السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي داخل وخارج الوطن، إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. الفيديو اليوم اللي غنطرقوا ليه بخصوص اعتقال والدة أشرف الصديقي بعد تسريبات معلومات خطيرة بالتستر عليه وتشجيع على الطغيان مباشرة بعد تصفية بدر الله يرحمه بتلك الطريقة البشعة والمكالمة اللي تلقاتها من أشرف يخبرها عن استعداده للهروب نحو موريتانيا. إخواني أخواتي، أشرف الصديقي المتهم الرئيسي بتصفية بدر بولجواهل أمام مطعم ماكدونالد أمام أنظار الجميع بعين دياب مستجدات خطيرة يكشفها مول فعلة بعدما اعترف أمام المحققين أن والدته أول من علمت بخطة هروبه إلى العيون استعدادا للخروج من أرض الوطن في اتجاه موريتانيا ومن ثم الوجهة إلى جنوب إفريقيا. إخواني أخواتي، فللأسف كنت أسفو على هذا الجريمة البشعة اللي عرفات صدى واسع على الصعيد الوطني، هنا لازم أنه اتخذ إجراءات قاسية في حق هذا المجرم. فأمام هذه الجريمة الخطيرة واللي انتشر الخبر ديالها في جميع أنحاء العالم نظرا لهول وفضاعة هذه الجريمة الخطيرة، تعليمات من السلطات العليا من أجل اتخاذ إجراءات قاسية في حق مول فعلة أشرف الصديقي وتطبيق القانون باستقلالية القضاء مع تعديل بعض القوانين في مثل هذه الحالات. فبعد المعلومات إخواني أخواتي واللي هي في غاية الخطورة بخصوص والدة المتهم بمحاولة دفع أموال طائلة من أجل استفادة الإم ديالها من التخفيف، راكم عارفين جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد العقوبة ديالها فين كتوصل إخواني أخواتي؟ راه أقصى عقوبة اللي هي يعني اللي ما كتنفذش في المغرب ربما غيكون يعطيه واحد مؤبد، ولكن هاد الوالد ديالو كتحاول انها تقوم بتوكيل واحد المحامي باش تعطي اموال طائله وهنا باش يستفد من التخفيف، وحنا ضد هاد الفكره وضد هادشي كامل اللي كتقوم به هاد الوالد الاشرف الصديقي. فالى الغيورين على هاد الوطن اخواني اخواتي، يجب الوقوف على إحقاق الحق في الجريمة الأولى اللي كانت وقعت سنة 2018، لأن ريحة الفساد وتواطؤ بعض عديم الضمير المهني وراء ربما كانت وراء تحويلها لهادثة سير، وهذا ما تأكد بعد فضح مسؤول قضائي في هذه القضية. فكما كتعرفوا إخواني أخواتي في فيديوهات سابقة وبعد تسريب بعض المعلومات اللي هي في غاية الخطورة واللي كانت يعني كتأكد أن هاد أشرف الصديقي اللي صفها الشخصين شابين سنة 2018 وكانوا دائما كيحولوا هاد التهمة إلى حادثة سير، هنا فين كي تبتعد عليه ديك الشبهة ديال القتل العمد، وهنا هاد السيد اللي كيعيش حياته كاملة وبغى هاد المرة أنه ينفذ يعني هذيك الجريمة بنفس الطريقة، ولكن الروح عزيزة عند الله سبحانه وتعالى، الروح عزيزة عند الله سبحانه وتعالى، يعني هذوك الشابين اللي كانوا مشاو ضحية هذيك الحادث السير، ولكن هذيك ماشي حادث السير إخواني أخواتي، وإنما هو انتقام هاد الشاب السفاح اللي هو ولد الفشوش، ولكن غير نبغى نتأكد لكم إخواني أخواتي ترى ما يستاهلش كلمة ولد الفشوش. فبدر الله يرحمه المواطن الصالح اللي رفع رأس المغرب عاليا، ولو مات هاد الشاب يعني طموح المتخلق الممتاز مهندس مستقبل ديال المغرب طالب الجامعي واللي غيكتب الاسم ديالو بما ذات الفخر والاعتزاز، حنا كنعتزوا بهاد الشاب صراحة لأنه ما كانش عنده شي، لأنه الذنب الوحيد أنه تلاقى مع الأصدقاء ديالو اللي كانوا كيستعدوا أنهم يمشيو خارج الأرض، كل واحد خويا يا خوت فحتى الشاب التطواني وكانوا داروا 21 سنة واللي مازال كيموت وكيحماق على هاد المغنية، وهنا وعازم للأسف سوء العزم يعني هو تلاقى مع هاد المجرم كاملة، فما نقولوش بالرغم من رفض المجرم الخطير
يعني هاد اشرف اخوات هادشي اللي خلى هاد العائله، ولكن المجرم الخطير تربيه فاسده كيفاش والسفاك تقربات من واش عرفتوا شكون هو ولد كيفاش اختارته بين جميع الابناء المنطقه وبطر ربما ان هادشي كان الاساتذه ديالو المؤثرين عند الجميع ترك الطليق ديالو اللي كيخرج ما مر من موقع التواصل ديالو الجبار كيستفز هاد المغنيه يعني الرتبه العاليه الصور مزيان من هذا هو بدر ربما يحاول هذا مر بدر بعد هي الحقيقه يعني لتعلمه هو تربيته الصالحه ان مازال هناك العاليه فالله يرحم بدر يتقربوا له ويحجوا فعلا كتحاول الاسره ديالو الصغيره والاصدقاء ديالو والجامعه ديالو والاساتذه ديالو انما غيكون زوج مستقبلي الصبر والسلوان القليله صراحه هذه اخواتي وهذا الشيء اللي خلى هاد العائله بدر الله يرحمه تحاول تحارب يعني مازال كنتاسفوا على هذيك الطريقه باش تبعد وحتى الفيديو انا ما قدرتش انني نكمل فهادشي هي الحقيقه اخواتي فالحقيقه اللي كنشوفوا هذه البشاعه اننا كنشوفوا فيها في الافلام اليوم الحقائق في الواقع بخصوص للاسف يعني شنو الهدف اللي حنا من استمرار في هذه العلاقه فلا المغنيه بالرغم انها تعرضت لهذا العنف والضرب مازال كتحاول انها تستمر العقوبه على العلاقه اللي هي معروفه اخواني اخواتي ربما غيتنفذش اصلا ما غيتنفذش في ديك العقوبه وانما غتكون عنده المؤبد هذا هو الحكم النهائي اللي غيتم الحكم عليه والاصدقاء ديالو اللي تسبوا اللي هما مشاركين في هذه القضيه حتى هما غيكون عند الحكم ربما 50 سنه ولا 60 سنه فهنا فين غيضيع يعني العمر ديالهم الشباب ديالهم فهاد الناس اخواني اخواتي وهاد الجرائم اللي مازال كتوقع في بلادنا المغرب الحبيب فلازم انها تكون يعني للعبرة ليس للفرجة يعني ماشي هاد المجرمين وهاد السجناء اللي مازال في السجن يعني اللي اقترفوا هاد الجرائم لابد انهم يستافدوا من هاد الشيء اللي وقع والضمير ديالهم اللي غيأنبهم فعلا صراحة هاد اشرف اللي الان حسب بعض المعلومات اللي كتاكد انه في حاله نفسيه صعيبه حاله نفسيه يعني غنقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم السيد يعني عاد فاق من هذه الوهله او هذه الجريمه اللي قام اللي اقترفت يده فالواحد حتى تيدير جريمه عاد كيندم صراحه يعني يكون فكر في الاول يعني راكو راه عايش حياته عاديه والدي مهلين فيه ياكم يعني عارفين والدي واحد مقابل كبير الام ديالو يعني عنده واحد المدرسه يعني فلا يعقل ان هذا السيد اللي لقبوه بعض الناس ولد الفشوش هو ما يستحقش ولد الفشوش فعلا هذا صراحه هذا مجرم خطير ربما ديك التساره ديالو ربما ديك الام ديالو اللي حاولت انه دائما كتدافع عليه وكتستر عليه فعلا وهذا الشيء اللي خلى يعني انه يقوم بمثل هذه الافعال سياره جديده يعني وكيعرض على صحابه واموال طائله فسيد غير خسر تبذير المال على والو فهذا هو يعني المآل ديالو اللي هو السجن اللي غيدوز فيه الحياه ديالو كامله وصراحه حنا ضد مثل هذه الجرائم اللي كنتمنوا من الله عز وجل انه يتم سن بعض القوانين في حق هاد الجريمه اللي هي بشيعه جدا ولازم اننا يعني نعاقبوا كل مجرم يعني اقترف شي جريمه القتل لابد المعاقبه ديالو تكون ديك المحاكمه يعني على المباشر هادشي اللي كنتمنوا من الله عز وجل تكون ديك محاكمه على المباشر وهذا هو يعني هذا هو المطلب ديالنا حنا كمدافعين وكمتضامنين مع هاد الضحايا اللي مشاو ضحيه هاد الاجرام اللي تفشى في بلادنا المغرب الحبيب اخواني اخواتي حتى لا اطيل عليكم نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد فما تبخلوش عندنا باللايك ديالكم والبارطاج ديالكم لهذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.